ألبرت هاني قائد المجموعة البابوية البيتجالية. تأسست المجموعة البابوية البيتجالية منذ العام 1950، ولكن جذور هذه المجموعة العريقة تمتد إلى العام 1924 تحت اسم الفرقة الكشفية الكاثوليكية البيتجالية للقديس نيقولاوس شفيع مدينة بيت جالة الحبيبة. ومنذ تأسيس هذه المجموعة وهي تعمل أعمال تطوعية، وفي البداية كانت تقدم الإسعافات الأولية للمحتاجين وأيضا تقديم المساعدات للمحتاجين أيضا، واستمرت هذه المجموعة إلى أن بدأت الحرب العالمية الثانية ومن ثم أغلقت، وتم إعادة التأسيس في العام 1950 تحت اسم المجموعة البابوية البيتجالية، وهي امتداد لهذه الفرقة الكاثوليكية الكشفية كما أسلفنا. ومنذ إعادة التأسيس وهناك همة عالية من قبل الشباب الذين قاموا بإعادة هذا التشكيل بهمة جديدة وبنفس جديد من أجل نشر ثقافة المحبة والسلام بالاعتماد على المبادئ الأساسية للحركة الكشفية التي تدعو للالتزام بالواجب نحو الله ثم الوطن فالإنسان. وهذه المبادئ تتحول إلى أهداف وطرق كشفية كما تعلمنا ممن سبقونا من القادة. وهناك عدة أنشطة نقوم بها في هذه المجموعة، منها المشاركة بالاستعراضات الكشفية لاستقبال غبطة البطريرك في الطقسين الشرقي والغربي، وكذلك الأمر بالنسبة للاحتفال بأعياد الفصح المجيد، ومشاركتنا حسب ما هناك مناسب للمشاركة في أحد الشعانين في القدس، وأيضا في استقبال النور المقدس من القادم من القدس في مدينتنا الحبيبة بيت جالة. وهنا نهتم بالجوانب الاستعراضية بهدف تنمية هوايات الأفراد الذين لديهم مواهب موسيقية، ولكن هذا ليس وحده هو هدفنا كمجموعة كشفية، وإنما هناك أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها، منها القيام بالأعمال التطوعية وتقديم المساعدات للمحتاجين خاصة خلال فترة كورونا في الآونة الأخيرة، والتي خلال هذه الأيام سنصادف مرور ذكرى سنتين على هذه الجائحة الكونية. وهنا يأتي دور الكشاف في السلم والحرب كما نحن تعلمنا، ونحن واجبنا أن نقدم المساعدة لأهل بلدنا وأيضا تقديم المساعدة لمن يحتاج إلى مساعدة. وهنا نعمل على تأهيل أفرادنا وقيادتنا لتقديم هذه المساعدات كإشراكهم في دورات كشفية مختلفة ودورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية والتأهيلية والتوعوية والاجتماعية وغيرها من المشاركات الكشفية التي تعمل على تأهيلهم لتقديم ما هو نافع لهؤلاء الأفراد. ونحن نستند أيضا إلى قانون الكشف الذي يقول: صدق المخلص في نفع الودود المؤدب فترفق وطاع الباش المقتصد النظيف. بالاستناد إلى هذه القوانين والمبادئ نحن نعمل ونقسم بشرفنا أن نقوم بتقديم كل ما هو واجب علينا تجاه هذه الواجبات. وبالنسبة للأفراد الذين ينتمون لهذه المجموعة فإنهم يشعرون بالاستفادة كثيرا، ونحن نحتضنهم كأنهم جزء من هذه العائلة التي اسمها العائلة الكشفية، التي تنتمي إلى شعار واحد أينما ذهبنا وأينما تواجدنا، والذي يوحدنا هو شعارنا: كن مستعدا في جميع الأحوال والظروف. فالكشاف أخ لكل كشاف أينما ذهب. وبالمقابل، مقابل هذه الأنشطة المتنوعة ومنها المخيمات الكشفية أيضا، نعمل على صقل شخصية الفرد لدينا سواء كان ذكر أم أنثى من مختلف الفئات العمرية التي تنتمي لهذه الحركة الكشفية، التي تبدأ من عمر 6 سنوات وإلى ما لا نهاية. ونحن لدينا أيضا رواد كشفيين نعتز بهذه العلاقة الطيبة اللي موجودة بيننا وبينهم، فهم روافد لنا بالعمل وهم مرجعيتنا في العمل، وأيضا نستفيد من هذه الخبرات بالإضافة
إلى طاقات الشباب التي تتزاوج مع هذه الخبرات لننتج كل ما هو نافع ومفيد لهؤلاء الأفراد. إذن فالأفراد يستفيدون من هذه الخبرات ومن هذه الطاقات، ونعمل على تفعيلهم وتفعيل دورهم في داخل هذا المجتمع، ونعمل على صقل شخصياتهم بما يتواءم واحتياجات الفتية. وإلى جانب هذا كله فهناك لدينا صعوبات كغيرنا من المؤسسات الأخرى. من هذه الصعوبات وجود الاحتلال، إذ ليس لدينا هناك من أماكن نستطيع أن نخيم أو نقيم مخيمات الكشفية بها. وهناك أيضا بعض الصعوبات التي لها علاقة بالأمور المالية، وهناك أيضا صعوبات تتعلق بالثقافة السائدة لدى البعض، إذ إن هناك بعض من العائلات لا تتقبل بأن يذهب أولادهم إلى خارج أسوار المنزل. إلا أنه ومع ذلك كله نتحدى هذه الصعوبات إلى جانب جائحة كورونا. أيضا هناك ما يسمى بالجوانب الألكترونية التي أصبحت تسيطر على عقليات شبابنا وبناتنا، وعلى الرغم من ذلك كله نحاول أن نجذبهم إلى هذه المجموعة الكشفية حتى يخرجوا من قوقعة هذه الألعاب الألكترونية وكل هذه الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت تقيد حركتنا وتؤثر على تعليمهم وتربيتهم. ومع ذلك نعمل جاهدين على تربيتهم وإخراجهم من هذه الدائرة الضيقة للخروج إلى المجتمع وتقديم كل ما هو أفضل ونافع لمجتمعاتنا وأفرادنا. أما علاقتنا مع الكنيسة فهي علاقة قوية جدا، لأن مبدأنا الأساسي هو التزامنا بالواجب نحو الله. فهناك واجبات دينية وطقوس دينية نعمل على مراعاتها والمشاركة بها بشكل فاعل، من خلال على سبيل المثال ترتيب الزمن الأربعيني بما فيه من فعاليات، خاصة خلال الفترة القادمة. هناك بعد يومين من الآن ترتيبات خاصة بأربعاء الرماد للتهيئة في الدخول للزمن الأربعيني، وهناك طقوس خاصة نشارك بها بالتعاون والتنسيق مع مرشدنا الروحي في الكنيسة، وهو مرشدنا الروحي في داخل المجموعة، ونحن نحافظ على النظام والترتيب في داخل الكنيسة والمشاركة بكل الفعاليات الكنسية والتابعة أيضا للكنائس الأخرى، ولدينا أيضا علاقات طيبة مع الكنائس الأخرى. أما خططنا المستقبلية فهي تتمثل بإقامة عرين جديد لهذه المجموعة، ونحن عمليا قمنا بافتتاحه قبل فترة وجيزة، ولكن هناك لدينا رؤية أكبر للأيام القادمة أن نفعل هذا العرين بما يتناسب واحتياجات الأفراد، وأيضا نعمل على اتساع هذه القاعدة الكشفية بانضمام واستقطاب أفراد جدد لحتى يكون لديهم قوة وتأثير أفضل على هذا المجتمع الذي نعيش تحت ظلاله. ونحيي كل فرد ينضم إلى هذه المجموعة، ونحيي إخوتنا في جميع الحركة الكشفية، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا قائد ألبرت، ونتمنى للمجموعة البابوية التقدم والازدهار والتوفيق. شكرا جزيلا لكم.